Étienne. بغي نشكر جميع الزملاء ديالي المحامين في مختلف ربوع المملكة اللي ساندوا القضية ديالي ودعموها بناء على العدالة ديالها أولا. الشكر أيضا كنشكروا الرفاق ديالي في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اللي أيضا آمنوا بالعدالة ديال هذه القضية. كنشكر السلطة الرابعة ممثلة فيكم وفي جميع وسائل الإعلام اللي خادت من هذه القضية ديالها وأحاطت الرأي العام بها. كنشكر كل المغاربة اللي تضامنوا مع هذه القضية اللي هي ماشي قضية ديال المنتصر بوعبيد ولكن هي قضية حقوقية بامتياز. كنشكر أيضا الرجال ديال الأمن اللي كانوا مكلفين بالحراسة ديالنا في الحراسة النظرية واللي تكلفوا بالنقل ديالنا لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. الرجال أيضا ديال السجل المحلي وعلى رأسهم مدير السجل المحلي اللي عاملونا بإنسانية وخولوا لنا جميع الحقوق اللي هي مكرسة لنا قانونيا. وكنقول أن وأيضا ما ننساش السلطة القضائية اللي برهنات على الاستقلاليه ديالها. وكنتمنى ان هادشي ما يبقاش يوقع من اليوم. وشكرا جزيلا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.